قبل أن نبدأ لا تنسوا أعزائي المشاهدين دعمي من خلال تسجيل الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة حتى نبلغ عتبة 100,000 مشترك في القريب العاجل بحول الله تعالى. حلت بعثة المنتخب الوطني الجزائري بمطار عنابة في حدود الساعة 7 صباحا قادمة من الكاميرون، وكانت جماهير غونا شغوفة في استقبال المنتخب الوطني بالمطار ورافقته في طريقه نحو الفندق، صانعة أجواء كبيرة تؤكد مدى شغف الجماهير العنابية واشتياقها لرؤية المنتخب الوطني أخيرا هنا بعد غياب دام أكثر من 12 سنة كاملة. جماهير المنتخب الوطني بصفة عامة وجماهير غونا بصفة خاصة لا زالت تقبل على اقتناء تذاكر المباراة المطروحة للبيع عبر منصة التذكرة التي من المتوقع أن تنفذ اليوم، فيما خصصت الجهة المنظمة حوالي 5,000 مقعد للجمهور التونسي الذي سيدخل الملعب مجانا باستظهار جواز السفر فقط.